بعد عدة خرجات تحسيسية وتوعوية على مستوى ولاية وهران، ومع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا بالولاية، كثفت مديرية التجارة ومصالح الأمن خرجاتها الميدانية لتطبيق التعليمات الصارمة على كل تاجر مخالف للإجراءات الوقائية. مستعبش هذيك القوة تاع سبع أشخاص في أن واحد، اكتبيها تما، قال لا يسمح فوق ثلاث أشخاص. مصالحنا قامت بالتدابير اللازمة طبقا للقوانين المعمول بها، وين قامت بعملية غلق محلات تجارية، وهذا لعدم احترامهم، سواء عدم استعمال الكمامة، عدم حيازتهم على المحلول، هذا المحلول التنظيفي، كذلك وين ما كانش يعني وين عدم احترام مسافة الأمان، وكذلك عدم احترام القوة الاستيعابية للمحل التجاري. المصالح المعنية مرت إلى المرحلة الثانية، أي الغلق وسحب السجل التجاري مع الاستدعاء الفوري لصاحب المحل الذي يخترق بروتوكول الوقاية الذي وضعته الهيئة الصحية. في بداية الأمر كانت هناك عمل تحسيسي قامت به مصالح الولائية الأمن ولاية وهران عبر مختلف المراكز والمحلات التجارية لتوعية المواطنين وإخطارهم بالعقوبات التي تنجر عن المخالفين لذلك. أما الآن يعني فقد مرنا إلى مرحلة التطبيق الصارم للقوانين، وهي قرار غلق المحل التجاري في حالة ما يكون هناك يعني مخالف أو عدم احترام الإجراءات الوقائية المنصوص عليها. منذ بداية انتشار الجائحة سجلت مديرية التجارة أكثر من 3500 تدخل في إقليم الولاية، أما الرهان فمرتبط بسلوك التجار والمواطنين لتجاوز الأزمة الصحية.